كتيرة جدا بتجيلنا بيبقى عندها انتهاكات جنسية سواء من الأخ أو من العم أو من الأب، وبترفض يعني بعد كتير جدا من الجلسات النفسية اللي احنا بنعملها بتبتدي تقول ده، لكن في أول مرة ما بترضاش تتكلم وبترفض إن احنا نوثق لها ده على استمارة. النهاردة المؤتمر بتاعنا، طبعا احنا بنحتفل باليوم العالمي بالفعاليات اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة. هنكون مركزين اكتر على قضايا العنف الاسري وارتباطها بقضايا الاتجار بالنساء، لان العنف الاسري من اهم العوامل او الاسباب اللي بتؤدي للنساء لتقبل الاتجار بيهم او الاستغلال الجنسي ليهم وكده. للأسف العنف الأسري في تزايد، لأن دلوقتي كل ما بتتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد دايما بيكون الضحايا الأغلب من النساء، لأنه الست هي اللي بتتكبد مصروفات البيت، هي اللي بتعول الأسر، دلوقتي هي اللي بتضطر تطلع لسوق العمل، وسوق العمل للأسف ما بيأهلش النساء أنها تشتغل في مهن تحافظ عليها أو في مهن فيها حماية قانونية ليها، فبتتعرض لكثير جدا من العنف سواء بقى في المجال العام أو في المجال الخاص. فالنسب في تزايد، وإحنا للأسف محتاجين تشريعات تكون اكثر صرامه تحمي النساء. بقى المعرض النهارده بيتكلم على الاتجار بالنساء، لانه العنف بدا ياخد اشكال متطوره شويه، فازاي يكون انه العنف الاقتصادي والمشاكل الاقتصاديه ادت الى انه بقى في زواج مبكر بالفتيات علشان دخل اقتصادي، انه ازاي يكون في زواج من العرب الاثرياء زاد بدرجه كبيره جدا، والبنات بيتفاجئوا ان هم لما بيسافروا انه مش بس هو زواج ولكن شكل من اشكال الاتجار، ازاي في عنف مجتمعي، وازاي تطورت اشكال التحرش الجنسي بالفتيات والسيدات عموما. يعني